صباح الخير، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. ضحكوا مهدي اللي ما عنده أو ما عنده روضة فايق، وعبودة أو الروضة لساته نايم. مو نروح نفيقه مشان ناخذ الروضة، ها؟ طبعا اليوم أول يوم العبودة بالروضة، راح نروح نفيقه، نلبسه أغراضه، نعبي له أكلاته، أوكي، ونلبسه شنطته، وناخذه وين؟ على الروضة، على المدرسة. وانت مجنوح؟ ساتك سكير. يلا خلنا نروح على عبود وفيهم. هلو يا بيسي، صباح الخير. قوم يلا على الروضة، يلا على الروضة. يلا طبعا يا جماعة، مو أول يوم العبودة، يعني أول يوم نصور على الروضة، صاروا كذا يوم يداوم، بس أول يوم نصور له على الروضة. فهمتوا علي شلون؟ حطيتك تعال فيخك، يلا رجلك هير، يلا يا بطل. ضحك فايق جوعان، هذا بس حطه للأكشن، فايق جوعان من الصبح. أبو صلعة. هي برد؟ قصرت برد الصبح مو؟ انت لساتك صغير، ها؟ يلا وين؟ روح غسل وجهك ومشط لك شعراتك، يلا. مخبط. عطيني بخاخ. طيب بخاخ؟ لا خلنا نمسح لك وجهك، يلا. الحز نشيل لك بخة عطر، اوكي؟ ارفع معها. سلام. ويلا ايه على العرس؟ يلا صب يلا على الفطور، يلا بسم الله. راح اسوي لك هاي، اوكي بسم الله. كل عادة. طيب خليك تاكله من هون، لا تاكله من هون، الدودات حاس في الدودات. الروضة حلوة، يلا الروضة حلوة، هلا بنروح. يلا هشتري لك انت عصير مو؟ عم يعطيني من برا هاي علبة المي. يلا حطيتك المتة موجودة، يلا متة، فرح تفكرون متة مو متة، مدة. يلا جاهز؟ ما فعل يفطر يا جماعة، رح تفطر المدرسة، يلا روح. يلا هكو سلام نصير على السفر، يلا. شو عم بدي؟ مبسوط؟ والله ما تدعك، رح أحطك عند الأنسة وأرجع، أوكي؟ مو تقول بدي أرجع البيت، تمام؟ انت بطل، يلا انا افتح الباب، يلا انطلق يا بطل. محلى الحلو الرايع على المدرسة، محلاه شوفه محلاه. يلا روح لحالك، يلا اركض 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 اركض، يلا اركض قدامي. ما يعرف ما يقدر يركض دماغه. لا اقدر. يلا اركض. ها خايف على الاكلات؟ لا شنو؟ مو انكبر. ها هاي التنينه تنكسر. ها قني انت المي
يلا خلاص روح. انا صار بطل يركض، اشوفها ولا اني شلت عنه تشنته، شايفين ابو بطل 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 عبوده بطل. شوفوا يا جماعه، عبوده عيبشي وما بده يضل بالمدرسه، شايفين بالروضه بالبيت احسن. احسن من المدرسه. بس هي تتعلم. ما يصير، بدك تداوم. اوكي، لاحظ كل الاطفال يداومون، ما يصير، عيب. مو بدك تداوم، تمام بابا؟ كل العالم على البيت. تروح على البيت شو تسوي؟ يا جماعه ضحكوا، شوفوا قال بدي اروح على البيت، بدي اروح ينام. بدك تضل نايم؟ يلا حز، انت بطل، بدك تفوت ونصورك جوا بالصف. اوكي بابا، عيب عيب، بطل يا جماعه. عبوده بطل، بده يضل وبده يضل بالمدرسه. لا هم بدهم يسكروا الباب. يسكرون الباب عادي، انت عندنا بطل. عيب عيب، يلا الحزن هدي ونرجع. طبعا يا جماعة بعد عدة محاولات مع الأستاذ عبودة فيغنا من الفجر، مشطنا له شعراته ولبسناه وحطينا له أكلاته وغيره، ما رد يضل. ليش؟ ليش هيك؟ عجل ليش جبتني من البيت لهينا عنيتني؟ ها؟ ليش فيغتنا من الفجر؟ ما فيغتك. من فيغني عجل؟ أنا فيغت حالي؟ فيغت عشان ألبسك وناخذك على المدرسة. كنت مرتاح. ما كنت مرتاح أنت؟ كنت مرتاح؟ كنت نايم. كان مرتاح ونايم. بابا بدك تفوت على الروضة عشان تتعلم، ما يصير هيك. أرجعك؟ أحد المتابعين يقولون عبودة يخاف ما خرجوا، أنت تخاف؟ ها؟ يلا الحز عبودة يا جماعة ضحكوا بطل، بدي رجعه، خلي يفوت، ترجع يا عبودة، امشي. عيب ترجع البيت، عيب، بعد ما خيرتني. والله شيك، والله لا إله إلا الله. إيه؟ يا جماعة عبودة ما قال أكلات، هو ضم حلوان. ما راح المدرسة. وما راح المدرسة. مع الروتة. الروتة ما راح. الروضة ما راح، وأقول شيء ما أحد أخذه على الروضة. والله عيب، والله العظيم عيب. ناخذه على مدرسة الدور. إيش قد عمرك؟ أقول شيء، أقول شيء، أقول. إيش قد عمرك؟ قول لي إيش قد عمرك؟ خمسة. ورجعت تبكي؟ مو عيب عليك؟ أنا أقنع بي أني. يا عبودي يا عيني فوت، وأنا أستناك على الباب. الأنسة. يا عبودي فوت. بس انا مر، اسمع وشوفه، مريت اشتريت له عصير مشان يشرب على الغداء، وحطينا له ضبينا له اكل، واشترينا له عده كامله، يعني شفتوا العده كامله يا جماعه، اشترينا له عده كامله، واخر شيء ما يرضى يفوت. انت باكر تروح باكر تروح، يعني اليوم ما بدك تروح، مو؟ انا برد اليوم؟ شوفوا الحجه، شوفوا يا بدي يضرب اي حجه، بدي يحط اي حجه، يعني برد ولا هاي مشان ما يروح. اليوم برد مو؟ باكر شوب تروح. صغي. لسه يصب. بكره بده يصير عده. بكره وبكره بده. هاي مولا، هاي المهدي. والله العظيم اني انزعجت. دعت في غينو، وهذا ما يستاهل لا روضة ولا شيء. باشر تروحين تجيبين الأغراض الحاز، بعد شوي تجيبين الأغراض اللي اشتريناها عشان يا رجحن يا بيحن الحدا. أوكي، هذا ما يستاهل لا روضة ولا شيء. بيحن بدك تروح على الروضة ولا لا؟ بدي أروح بالشو. بدي أروح بالشو. بتروح؟ إيه. يا عجل باشر بالشتوية ما تداوم خالص، مو؟ إيه. يا جماعة لهين وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم وتكونون انبسطتوا، خلينا عبودة على الروضة، فهمتوا علي شلون؟ ويش تكونوا أنتم استمتعتوا وشفتوا عبودة شلون عين عبى الروضة وبالألعاب ودنيا ويتعلم وهذا يلا
وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم، باي باي. باي.